دوري الأول تحت شعار دوري التعاون بمناسبة احتفال الشعب المغربي بذكرى تقديم وثيقة الاستقلال. وبهذه المناسبة نرحب بالسادة أعضاء المجلس البلدي المحترمين، السائل السيد قائد الملحقة الإدارية الثانية ببشوير سلوان، السيد ممثل الدرك الملكي، السيد قائد القوات المساعدة، آباء وأولياء التلاميذ وجميع الفرق الحاضرة معنا في هذا الدوري. بدأ ببدء نستمع جميعا للناشئين. للإشارة فالفرق المشاركة في هذا الدوري في المستهدف Thank you.